ياسمين عبد العزيز بتروج لإعلانها الجديد فليكساوي ناصح قوي. الفيديو نزلته على حسابها على انستجرام وعلى فيسبوك وكتبت عليه قوي قوي، انهالت عليها التعليقات وطبعا كل الناس مبسوطة جدا وبتقول لها مفيش حد يعمل إعلانات بعد ياسمين، واللي قال لها ملكة إعلانات، واللي قالت لها إعلان مليء بالطاقة الإيجابية والبهجة، عدته أكتر من 100 مرة. المقارنة الإعلان ده ينزل في رمضان من ضمن إعلانات رمضانية، وبنفس الوقت ياسمين بتواصل تصوير مسلسلها ضرب نار واللي هيتذاع في رمضان واللي بيشاركها البطولة فيه زوجها الفنان أحمد العوضي.